قال راندل كوارلز نائب رئيس مجلس الاحتياطية الاتحادي الأمريكي إن أحدث قفزة للتضخم في الولايات المتحدة ستكون مؤقتة رغم صعود المقياس الذي يفضله البنك المركزي الأمريكي لزيادة الأسعار ب 3.1% في إبريل، وهو رقم أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البالغ 2%. وقال كوارلز إن قراءة التضخم الشهرية المرتفعة لا تؤدي بالضرورة إلى تضخم مرتفع دائم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن الزميل كريم يسري مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك كريم في هذه الجولة الإخبارية، وإذا تحدثنا أكثر عن تصريح راندل كوالرز في عن القفزة إنها لن تكون أو ستكون مؤقتة ولن تكون دائمة. بالفعل انها معدلات التضخم في الولايات المتحدة تشهد مستويات لم تشهدها منذ أكثر من 12 عاما. نتحدث عن أن التوقعات التي خرجت العام الماضي كانت بنسبة 2%، ولكن الآن نسبة التضخم وصلت إلى 3.1%. كل ذلك يأتي بقلق في الأوساط الاقتصادية وأيضا السياسية في الولايات المتحدة، ما دفع كوارلز وهو نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحديث والتصريح بأن معدلات التضخم قد تكون مؤقتة خلال تلك الفترة، وعلق أيضا على زيادة الأسعار إن كان في الأسعار السلع الاستهلاكية أو الأساسية أو أيضا أسعار الوقود التي زادت بنسبة ربما طفيفة، ولكنها زادت على مدار بداية هذا العام وحتى منتصف هذا العام، وبالتالي هناك تخوفات على الاقتصاد الأمريكي خاصة بعد الدفعات من مساعدات فيروس كورونا أو مساعدات لمواجهة جائحة كورونا التي تم صرفها للأمريكيين على مدار هذا العام والعام الماضي، التي علق العديد من الاقتصاديين أنها صرفت لآلاف العائلات الأمريكية التي لم تكن في حاجة أساسية لها بالنسبة للمدفوعات النقدية التي ربما بلغت نحو 4000 دولار للفرد الواحد على مدار العامين. وتحدثوا أيضا عن الموازنة الجديدة التي اقترحها الرئيس جو بايدن البالغة 6 تريليونات دولار، موازنة قياسية ستزيد من الدين العام الأمريكي إلى مستوى كبير للغاية قد يؤدي لأضرار بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. هو صراع بالتأكيد اقتصادي سياسي بين خبراء الاقتصاد في الولايات المتحدة المؤيدين لجو بايدن وخبراء الاقتصاد ضد جو بايدن، الذين تحدثوا عن أن الموازنة الجديدة قد تكون كارثية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، بينما مؤيدو جو بايدن تحدثوا بأن الولايات المتحدة تحتاج لتلك الموازنة الضخمة لإعادة مسار الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا. نعم كريم، طيب يعني بعد شبه العودة للحياة شبه الطبيعية في أمريكا وتوفير فرص العمل وأيضا خطة بايدن كانت في بداية توليها $1.9 تريليون، إذا من الممكن أن تحدثنا أكثر عن الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت بعد تطعيم نسبة كبيرة كمان من المواطنين، ويعني العودة شكل تدريجي للحياة ما قبل الكورونا؟ بالتأكيد نوها جو بايدن يعول على انفتاح الاقتصاد بشكل كامل بعد إعلانه على مدار الأسبوعين الماضيين بعدم ضرورة ارتداء الكمامات مثلا، في إشارة واضحة لثقته في عمليات التلقيح التي تمت للمواطنين الأمريكيين والوصول إلى نسبة 70% متوقعة في يوليو القادم في الشهر القادم. بالتأكيد يعول جو بايدن اقتصاديا على هذا الأمر لإعادة الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا، لأن الاقتصاد الأمريكي تأثر سلبا بشكل كبير على مدار العام الماضي وبداية هذا العام، معدلات يعني البطالة زادت بشكل كبير، ولكن على مدار الثلاثة أشهر الماضية في ظل معدلات قياسية لتطعيم الأمريكيين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا نجد أن معدلات البطالة انخفضت بشكل كبير وعدد كبير من الأماكن الترفيهية افتتحت بشكل كامل، عدد كبير من الشواطئ الأمريكية الممتدة على طول الساحل الشرقي والغربي افتتحت أيضا بشكل كامل، وبالتالي تعول الإدارة الأمريكية الحالية على إعادة الاقتصاد مرة أخرى تزامنا مع إعادة انفتاح كافة الأسواق الأمريكية وأيضا المنشآت الترفيهية الأمريكية. نعم وصلت الصورة، وشكرا لك الزميل كريم يسري مراسل إكسترا نيوز.